تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي. صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة مع بداية هذا الأسبوع الذي نتمناه إن شاء الله أن يكون أسبوع حافل بالإنجازات، حافل بالإيجابية، حافل كذلك بكل خير ممكن الواحد يتمناه في حياته. أهلا بكم في برنامج صحة وسعادة، هذا البرنامج اللي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة إذاعة نور دبي. هذه تحياتي، محدثكم محمود يوسف العلي من خلف الميكروفون. تشاركني الحلقة اليوم الدكتورة ندى الملة. صباح الورد محمود. صبحت الله بالخير دكتورة، وأيضا عندنا في فريق الإعداد فريق قسم الإعلام كانوا معنا مشاركين، وأيضا في التنسيق معنا حمد المعيوف، وفي الإخراج ميثة بن بيات. ويلا أيمن سرحيل بعد وياهم، يلا نزيل يعني داش الاستوديو يسلم، فقلنا خلاص من دخلوا يعني ما نزعل حد. هو بيكمل والله الساعة المباركة. زين، عموما مستمعين الكرام، أرقام التواصل معنا 600-55-1414 أو عن طريق الرسالة النصية على 4006. عندنا وايد مواضيع جميلة اليوم نطرحها، وعندنا وايد أمور بعد بنقولها عبر برنامجنا، ومنستضيف عدد من الضيوف معانا في البرنامج. لكن في البداية دكتورة خلينا يعني نذهب إلى الرسالة اليومية الخاصة بالتواصل الاجتماعي. نروح إن أسماء. صباح الخير يا أسماء. أسماء. ألو. صباحك ورد. ألو. هلا أسماء. تسمعينا يا أسماء ولا أهلين؟ هلين، شخبار؟ أنا أسمع. أخبارك؟ سمعت بعد. تمام، صباحكم الله وخير عليكم وعلى المستمعين. ونبدأ مع رسالتنا اليوم قبل ما ندخل في الأشياء الثانية. رسالتنا اليوم: اكتب أهدافك لهذا الأسبوع، رتب أهدافك حسب أهميتها وسرعة إنجازها، ثم أعمل على إنهائها قبل نهاية الأسبوع. فأحيانا تكون أشياء مهمة لكن سرعة تكون مثلا ضرورية، لازم يكون فيها سرعة إنجاز. فالموظف هو مع نفسه شو الأشياء اللي يعني يقدر يخلصها قبل، شو المهم وضروري، وشو هو المهم وغير ضروري. صحيح. فهاي كانت نصيحتنا اليوم. جميل. نحن نتكلم عن شهر بدون سكر، ما زلنا مستمرين في شهر بدون سكر، والملاحظات التي على الوسم بصراحة اللي يقول إيش تبون بالسكر ولا موجود. الناس روحوا صاروا السكر الحين. المهم، وفي ناس ما شاء الله كملوا أكثر عن أسبوعين وهم في هذا التحدي. تحدي هو كله تحدي الذات، هو يعني مو بدنا تحدي ومسابقة، لكن هو كله تحدي الذات. كيف تتحدى نفسك إن أنت تكون إنسان بدون سكر مصنع لمدة شهر، وإن شاء الله باكر بنكون إحنا مكملين 3 أسابيع بالضبط. ما شاء الله، والحمد لله نقدر نشوف الناس كاتبين دان أسبوعين، والناس يبون يعرفون كيف طريقة التطبيق وكيف يتمتم، واللي يقول 16 بدون سكريات وهالأشياء. يعني نحن كهيئة الصحة نحب نحفز فيها المجتمع، لأن الناس اللي ما تعرفه أن أيضا السكر المصنع يأثر حتى على قوة الجهاز المناعي في الجسم. جميل. أسمعنا بس سؤال شوية شخصي إذا ما عندك مانع. تفضل. كم كيلو نزلتي؟ أنا 12. 12 كيلو ما شاء الله. مو في شهر بدون سكر يعني. لا أنا أتكلم عن شهر بدون سكر. هذا التحدي سويته 3 مرات. 3 مرات ما شاء الله عليك. يلا أتمنى لك إن شاء الله الصحة والعافية، ومشكورة يا أسماء على هذه الرسالة اليومية، وشكرا على الطاقة الإيجابية اللي دائما تبثينا في بداية البرنامج. صحيح. شكرا لك يا أسماء. إذا دكتورة يعني اليوم يوم الأحد اللي يحبك الأحد.
وعندنا في يوم الأحد البيان الصحي صحيح يصدر مع صحيفة البيان، هذا الملحق اللي فيه العديد من العناوين والعديد من المواضيع اللي تطلع به يطلع به الملحق اللي هي خاصة يعني عن مواضيع صحية وبعض الدراسات وبعض الشغلات. فمنستعرض يعني بعض الأخبار السريعة اللي وردت في البيان الصحي. تطبيق حياتي خارطة طريق للتعايش مع مرض السكري، وبعد مستشفى دبي خفض مواعيد انتظار العيون إلى 14 يوم، والحميات الغذائية الخاطئة تسبب مضاعفات خطيرة، والرجيم أفضل من الرياضة لفقدان الوزن. وأيضا يعني أنا هذا هاي الدراسة يبالنا شوي نعود لها، الرجيم أفضل من الرياضة لفقدان الوزن، لكن هنالك تقنية جديدة لإعادة البصر للمكفوفين، وأيضا عدسات لاصقة تكشف مستوى السكر في الدم، والكشف المبكر إجراء فعال للوقاية من الأمراض المزمنة والخطيرة، وبعد التوتر يسبب أمراض القلب والسكتة الدماغية، وغيرها من المواضيع اللي مهتمة بالتغذية والصحة الذكية والأخبار الطبية الخفيفة اللي يعني في منها الكثير من المواضيع اللي تهمكم مستمعينا. أنصحكم باقتناء الملحق الصحي اليوم مع صحيفة البيان، هذا الملحق الذي يصدر بالتعاون ما بين هيئة الصحة والبيان صحيفة البيان. أيضا من بين الأخبار اللي عندنا والدراسات الفريق الإعداد اختار لنا هذه الدراسة، يقول تؤدي الإصابة بداء السكري إلى ضعف التروية الدموية وحدوث يعني أذية عصبية، وهو ما يزيد من خطر إصابة مرضى السكري بمشاكل خطيرة في القدم وخاصة في فصل الشتاء. يقول الدكتور مايكل أمبروزياك اختصاصي جراحة القدم والكاحل والعضو بأكاديمية الأمريكية لجراحة القدم والكاحل، يزداد تعرض القدم للرطوبة في فصل الشتاء وهو ما يزيد من فرص نمو البكتيريا بين أصابع القدمين أو على سطح القدم المغطى بالجوارب، وبالتالي حدوث عدوى، وينبغي على مرضى السكري تبديل جواربهم المبللة أو الرطبة وتجفيف القدمين مباشرة بعد ذلك، وإلى عناية خاصة بالمناطق المحصورة بين أصابع القدمين. من جهة أخرى يحتاج مرضى السكري ترطيب أقدامهم بشكل يومي للوقاية من التشققات والحكة الجلدية، مع تجنب ترطيب المسافات بين أصابع الأقدام لوقايتها من الإصابة بالفطور. هذا موضوع مهم دكتورة، أنا يعني أنا في فترة من فترات كنت أعاني منها وما كنت منتبه، تبغين الصدق لأن في فطريات ما بين هذا، وأنا أحس أن هذا الجفاف وكذا ما كنت منتبه للموضوع تماما، لأن جزاه الله خير مرة بالغلط شافني الدكتور أنور فكنت أقول له عن شغلة في صبعي شيء مثل المسمار وهذا، قال لي يا أخي حط منتج معين إنزين، وطالع قال أنت عندك فطريات بعد، قال أنا شو فطريات، قال لي هذا كذا كذا كذا، وسبحان الله نفس الموضوع. فالواحد وايد مهم أنه ينتبه لهذه الأمور. صحيح، وحين ترى سبقنا هالدراسة الأسبوع اللي كان في منتدى دبي الصحي قلنا عن فحص القدم لمرضى السكر. عموما ما ناخذ فاصل، بعد الفاصل عندنا مواضيع كثيرة، ما نتكلم عن شو دكتورة، عن مبادرة ابتسامة خير، فاصل وراجعين إن شاء الله. صحة وسعادة، ورجعنا لكم من بعد الفاصل استكمال فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة. بمناسبة عام الخير أطلقت هيئة الصحة في دبي ممثلة بمكتب الخدمات الإنسانية والمجتمعية مبادرة ابتسامة خير. شو هالمبادرة؟ هي مبادرة تهدف لمساعدة ورسم ابتسامة السعادة على وجوه المرضى المعسرين وذويهم والتخفيف من معاناتهم المالية بسبب تكاليف العلاج. للحديث عن هذه المبادرة، أهدافها، كيفية الاستفادة منها، وكل المعلومات اللي أنتم تحتاجونها، بيكون معنا إن شاء الله في الاستوديو الأستاذ سالم محمد بن لاحج، رئيس مكتب الخدمات الإنسانية والمجتمعية بهيئة الصحة بدبي، والآنسة آمنة ربيع مديرة البرامج والمبادرات المجتمعية. صباحكم الله بالخير. صباحكم الله بالخير، ونورتوا الاستوديو. يا صباح الخير. طيب نحن في عام الخير، وعام الخير فيه العديد من المبادرات والعديد من الاستراتيجيات التي يعني تدعم وتوثق الأعمال التي يعني كنا نمارسها بشكل أو بآخر، وأيضا مكتب الخدمات الإنسانية له بصمات كثيرة في هذا الموضوع، لكن ما نتكلم يعني اليوم ما نركز على هذه المبادرة، فيا ليت تعطونا فكرة عامة عن هذه المبادرة.
ببدأ أنا بس عشان لختامنا. طبعا هي صاحبة الفكرة عشان كذي هي موجودة ويانا يعني, أو صاحبة المبادرة يعني. الفكرة هي احنا طبعا هذه من يعني شكل ما تقول العمل اليومي عندنا في الهيئة يعني أو في المكتب, أن مساعدة المرضى المعسرين. فجت الفكرة أن بدل ما نحن ننتظر الأخصائية الاجتماعية أو المريض يوصلنا, فالفكرة جت أن إحنا نوصل للمريض ويعني تكون شكل ما يقولون في الحدث يعني نقدم المساعدة مباشرة يعني. جميل. آمنة خبريني يعني الفكرة بشكل عام, شو هي الفئة المستهدفة؟ هل هنالك يعني مرضى معينين أنتوا تستهدفونهم توصلوا لهم ولا المجال مفتوح؟ لا طبعا نحن نختار المرضى اللي عندهم الحالات اللي هي غير قادرة على الدفع, فما ننظر لمرض معين, ننظر قد ما ننظر للأشخاص اللي هم بقادرين يدفعون, فنوصلهم بطريقة أن نحن ندخل نسير المستشفى نطلع الكشف, نشوف الحالات اللي هي غير قادرة, طبعا مساعدة مع جماعة الخدمة الاجتماعية الخوات الموجودات, طبعا يعملون دراسة حالة للحالات هذه, ومجرد ما نحصل الليستة هذه نطلع للمريض نحاول, لأن هي مش الفكرة أن كدف حتى إيفن الشيء المعنوي يعني المادي والمعنوي, ندخل عندها نكلمهم ناخذ يعني مثلا تكلمين عن الحالة هي تستحق المساعدة, وفي نفس الوقت تريحها صحيح. من ناحية الحالة المعنوية يكون الدفع بطريقة. فالمساعدة تكون فقط مالية ولا ممكن مثلا توفرون أشياء مثلا كرسي متحرك, سرير للبيت, مثلا ممرضة متخصصة للمرضى اللي يحتاجون, توفرون الأشياء بعد؟ أكيد فيما يخص الممرضات. هو دكتورة إحنا البرنامج دائما خاصة اللي هي ابتسامة خير حسب ما سميناها إحنا, هي ابتسامة يعني تقديم خدمة مباشرة يعني, إحنا دائما نقدم الخدمات اللي هي الأجهزة الطبية والمرضى المعسرين, بس هني المرضى اللي هم بيكونون عندهم خروج يعني في نفس اليوم ويكون عندهم العائق يمكن مبالغ بسيطة وعشان تطلع, وإحنا اختارينا يعني كل أسبوعين كل آخر أسبوع مثلا خميس يكون المريض إذا تم بيأخذ ليومين ما يقدر يغطي خدماته مثلا, فإحنا اختارينا الحالات هذه اللي بيحتاج لها مبلغ بسيط ويطلع, فاني نخلص الإجراءات المالية عن طريق المحاسب والخدمة الاجتماعية ونسلم الورقة على مكتبي يعني على السرير. أنا شدني شيء معين أن ذكرته, أن هي المسألة مش مجرد أن دعم مادي, هنالك دعم معنوي. المبادرة اسمها ابتسامة خير, فرسم الابتسامة على وجوه المرضى ما يتم فقط بالدعم المعنوي المادي, هنالك دعم معنوي أيضا. المبادرة شو هي آليات اختيار هؤلاء المرضى؟ تذكرت أن هناك مرضى تختارونهم, شو هي المتطلبات أو كيف يمكن المريض أن يستفيد من هذه المبادرة؟ هو الحالات هذه نحن نختارها بطريقة أن طبعا نختار أقل الأوراق الرسمية المطلوبة على أساس أن سعرات التنفيذ يعني, ونختار يعني أن المريض اللي هو عنده ديسشارج يعني في نفس اليوم هذه لهم أو الخروج من المستشفى في نفس اليوم يعني, فهالحالات اللي نحن نركز عليها ويكون عندهم مبالغ يعني يقول لك أنا بدفع جزء من المبلغ وما بقدر أغطيه يعني, فحرام تخليه يوم أو يومين يشغل سرير في الهيئة. صح. نحن لمسناها من أول زيارة يعني أول يوم نفذناه ويا في مستشفى راشد, فشفنا يعني احنا دائما نساعد المرضى بس ما شفنا ردة فعلهم المباشرة والمريض على السرير او اهله موجودين وياه وتقول له ترى الرسوم اللي مترتبة على المريض اتغطت, فشفنا لمسنا هذا ردة الفعل هذه اللي يعني الواحد شجعنا انه يعني نكمل المبادرة ان شاء الله. جميل. وهل المبادرة فقط مقتصرة على مستشفيات هيئة الصحة ولا اي مستشفى يكون المريض مرقد فيه؟ هو بيكون بس تابع لهيئة الصحة, فقط لهيئة الصحة, ولها مدة زمنية معينة هالمبادرة ولا هي مفتوحة؟
يعني في عام الخير بس مخصصينها؟ لا نحن يعني نحن دائما نساعد شكل نقوله، بس نحن شفنا التجربة هذه طبعا بنقيمها بعد يعني خلال 6 أشهر الجاية وبنشوف نتائج. أنا هنا أبغي أتوجه بالشكر حقيقة يعني العديد من الأفراد المجتمع والعديد من الشركاء اللي يشاركونكم مثل هذه الفعاليات أو مثل هذه المبادرات. طبعا في هذه المبادرة عندكم شركاء معينين، ما أدري إذا بتعلنون عن أسمائهم، أو يعني عادة نتعودنا أن وايد فاعلين خيريون ويتبرعون للمكتب. احنا دائما يعني مثل هذه يكون في يعني مثلا تبرع مباشر، فنحن ويا المتبرع دائما نقول له إذا هو حاب يساعد مباشرة نقول له أنك أنت نحن عندنا المبادرة الفلانية، فنحبك أنك تكون أنت الجزء الأساسي في المبادرة هذه يعني. فمثل المبادرات نحن دائما يعني نخصص لفاعل خير أو هذا يكون هو تبرع يعني في نفس اليوم، ونقول له ترى عندنا المبادرة الفلانية نبغيك تتبناها أو أنك تكون أول المساهمين فيها، وإن شاء الله على استمرارية بيكون في لها يعني شركاء أو مساهمين فيها يعني. طيب شو البرامج والمبادرات الثانية اللي عندكم لدعم المرضى اللي تحبون تتكلمون عنها بعد؟ يعني مفروض أن نحن السنة هذه عام الخير فعندنا الكثير من المبادرات وكذا بتطلع من مكتبكم أعتقد يعني. الله المستعان. هو طبعا نحن يعني السنة الجاية يعني الشهر الجاي إن شاء الله بيكون فيه تكريم لأصدقاء المرضى. جميل. بس بتكون الفكرة أنه بيكون فيه تكريم المرضى أو تكريم اللي هم الأطباء على يعني اللي هم المتبرعين أو المساهمين مع بطريقة جديدة، أنه بيكون في يعني الثلاث أطراف موجودة اللي هم المتبرعين والمرضى والأطباء. جميل. فكل يعني الموضوع هذا كلهم بيكونوا في على طاولة واحدة على هذا أساس يكون في حوار أو نقاش بين المرضى يعني وبين هذه شو مشاكلهم شو الأشياء هذه يعني. وبتكون بعد لها مردود إنساني وهذا أكثر يعني بتكون إن شاء الله. زين من بدت هالمبادرة كم تقريبا عدد الاستفادة منها؟ عدد تقريبي بديناها نحن في راشد وتقريبا 10 مرضى استفادوا من المبادرة هذه. جميل جميل. إن شاء الله 10 من متى شهر؟ الأسبوع الماضي. الأسبوع الماضي 10 ما شاء الله. جميل ممتاز. يعني عدد كبير ما شاء الله. بتعممون على باقي المستشفيات خلاص؟ إن شاء الله. نحن حين بديناها في راشد وعندنا مستشفى لطيفة إن شاء الله المرحلة الجاية ومستشفى دبي وحتى جميل. بنغطي مستشفى حتى. جميل. ممتاز. حتى بنغطي مستشفى حتى. المستشفى. عموما في آمنة بعض المبادرات الثانية اللي تبغين تتكلمين عنها أو تبغين تضيفين شيء على المبادرة هذه اللي قدمتيها؟ لا طبعا الحين أنا حابة يعني طبعا طريقكم أنتوا يعني وإحنا موجودين هنا حابة أن الناس شاركنا هاي المبادرة لأن إحنا لمسنا شيء وايد جميل يوم كنت تحضر وتصير عند المرضى وتحاول أنك تساعدهم. يعني من المواقف اللي استوت لنا في مريضة كانت تتريى بنتها توصل أساس أنها تقدر تدفع فتقول أنتم بعارفين أن هي هتحاول تجمع المبلغ وتوصل وتدفع فيوم دفعنا لها هي تتمنى يعني قالتنا تريو بنتي لنتي أساس أن نحن نشكركم لأن بنتي الحين صارت تجمع المبلغ فالشعور هذا وتمت تشكر يعني وتمت يعني تأثرت من الموقف هذا أكيد. فأتمنى أكيد. يعني أتمنى الناس اللي حابة طبعا إحنا بلاد الخير صحيح أكيد. وما يقصرون إن شاء الله الفاعلين الخير الموجودين يسعدوا يعني يدعمون المبادرة هذه ويساعدون على استمراريتها يعني نحن نتمنى أنها تستمر جميل. ما توقف على عام الخير إن شاء الله. جميل أكيد. شو آلية التواصل معاكم أستاذ سالم؟ اللي حاب يتبرع أو ساهم هو اللي إحنا طبعا مكتب الخدمات الإنسانية في هيئة الصحة موقعنا الحين في المكتبة الطبية وطبعا وسائل الاتصال عندنا اللي هي الوسائل التلفونية الحين اللي هو أعطيكم الرقم يعني اللي هو 04219-744-744 7-4-7-4 طيب ويتوجهون لكم المكتب هناك ممكن أن يتواصلوا معاكم لكن أنا اسمحي لي دكتورة أنا اللي أبغي أقوله في هذا الجانب طبعا الختامنا توجهت إلى الأفراد بالحديث عن موضوع التبرعات لكن أنا هنا أبغي أتوجه إلى الشركات والمؤسسات اللي
خاصة في القطاع الخاص اللي الدولة ما قصرت لهم، أعطتهم كل الإمكانيات إنهم هم يستثمرون ويكبرون في هذا في هذا السوق الجميل، في هذا الجو الآمن الثري اللي ممكن إنه يوفر لك كل مقومات النجاح الاقتصادي. فمن واجب هذه الشركات أن هي تتعاون مع جميع المؤسسات الخيرية في هذا المجال، يعني نوع من المسؤولية الاجتماعية تجاه هذا الوطن اللي ما قصر معهم. فهني أيضا نتمنى أن يتوجهون إلى مؤسسات خيرية، وأيضا عندكم واحد من المنافذ الإنسانية اللي هو مكتب الخدمات الإنسانية والمجتمع في هيئة الصحة بدبي، اللي ممكن أنهم يتواصلون مع الأخوة هنالك في المكتب ويتبرعون إن شاء الله. إحنا عندنا برامج منوعة، يعني يمكن عندنا من أكثر البرامج اللي يعني شفناها بعد مباشرة أنقذ قلبا، وهي من البرامج اللي صحيح. الحمد لله عدينا فوق المليون وشيء كدعم مرضى. يعني في مؤسسات دائما تتعاون معاكم في مؤسسات حكومية ومؤسسات خاصة، يعني احنا عندنا أكبر داعم. يعني أنا والله ما أمانع أنك تذكر أساميهم والله سالم إذا يحضروا لك، بالعكس هذول يستحقون الإشادة. يعني من المؤسسات الحكومية اللي نحن نقول داخل الدولة يعني أو في الإمارات، يعني الشؤون الإسلامية والعمل الخيري تعتبر أكبر داعم أنشطتنا نحن كهيئة. شافونا نحن المصرف، يعني ممكن عندنا تقاريرنا والحالات الإنسانية اللي موجودة كثيرة، فالشؤون الإسلامية من أكبر الداعمين لنا، الأوقاف وشؤون القصر من الداعمين الأقوياء. عندنا بعض المبادرات مثل الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، يعني من الدوائر الاتحادية اللي بدأت يعني شهريا تساهم بجزء من تبرعات موظفينها. وهذا شيء جميل، أن يعني عاملين صندوق لدعم أنشطة المكتب عندنا. يعني جميل. المرضى المستفيدين تتمون إبلاغهم بالناس اللي تبرعوا لهم؟ لا يعني بس إذا أي يعني متبرع حب أن يأخذ أي كشف بالحالات نوصل له إياهن يعني بالجمع. ما أدري عندنا كلمة أخيرة تبون توجهونها في أقل من دقيقة؟ والله نحن يعني شكرا نقول على عام الخير، نحب أن يعني نقول إحنا هني أن نوثق أعمالنا هذه اللي هي الأعمال الخيرية، وما تكون أعمال جزئية، يعني يكون حسب توجه الحكومة أنها تكون مبادرات قوية دائمة، يعني فيها يكون استدامة، يعني مش أن مبادرات قطع الطائر. زين أنا في عندي مسج بس قبل لا أختم، يوجد شخص داخل الدولة راتبه 1000 درهم فقط يريد عملية هي كاتبينها كوكعة، هي قصد قوقعة للسمع، هل من الممكن تساعدونه؟ إذا من مرضى هيئة الصحة أو يتابع في هيئة الصحة ممكن يتواصل يعني. خلاص يتواصل معكم، ونحن نعطيكم تليفونه بعد كذلك بعد الفاصل، وإن شاء الله تتواصلوا معه وإن شاء الله ممكن على يدكم يتعالج إن شاء الله. آمنة تبغى تقولين شيء قبل نختم؟ لا طبعا أشكركم على استضافتنا، وإن شاء الله تكون بادرات خير إن شاء الله يا رب. إن شاء الله نطلع فاصل، بعد الفاصل دكتورة في عندنا موضوع آخر، موضوع خاص عن جميل. مبادرة شو؟ عيش الصحة. يا سلام. نحن نعيش الصحة بعد الفاصل، فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. أرقام التواصل معنا 600-55-1414 أو عن طريق الرسالة النصية على 4006. فاصل وراجعين. صحة وسعادة، صحة وسعادة. سعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، متواصلين معاكم عبر برنامجكم صحة وسعادة. هذا برنامج اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. مستمعينا أنجزت هيئة الصحة بدبي ممثلة بإدارة التغذية العلاجية المرحلة الأولى لمبادرة عيش الصحة. هذه المبادرة اللي تهدف إلى تحفيز وتشجيع أفراد المجتمع المحلي على تبني نمط الحياة الصحي والتغذية السليمة وممارسة النشاط البدني للوقاية من الأمراض المختلفة. طبعا نحن ما نتحدث عن هذه المبادرة، أهدافها، مراحلها المختلفة، وأيضا شو هي الخصائص اللي تسعى لها هذه المبادرة لتحقيقها، من خلال ضيفتنا في الاستوديو الدكتورة شيماء قايد أخصائية التغذية العلاجية في هيئة الصحة بدبي. صباحك الله بالخير دكتورة. صباحك ورد يا شيماء، شخبارك؟ حياك دكتورة هدى، الله يسلمك. أول شيء أهنيكم على اسم المبادرة، اسمها جدا جميل عيش الصحة، مسمى بسيط
يعني ناس سهل تحفظها، يعبر عن المبادرة يعني بشكل كبير. أشكرك محمد. فلو تعطينا فكرة عامة عن المبادرة هذه وأهدافها. هي المبادرة طبعا بدأت تماشي مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حول استراتيجية صحة دبي 2021 اللي تهدف طبعا على تعزيز صحة الحياة الصحية، نمط الحياة الصحية في المجتمع. ومن هالمبادرة يعني من هذا الرؤية نحن قمنا بهذه المبادرة اللي هي عيش الصحة، وذلك تعزيز الصحة الجيدة واللياقة البدنية في دبي، في مجتمع دبي إن كانوا للمواطنين أو غير مواطنين. فهذه الفكرة. جميل جميل. شو الفئة المستهدفة من هالمبادرة؟ الفئة المستهدفة طبعا أفراد وطلاب المدرسة اثنين. طلاب المدرسة المستهدفين اللي هي المرحلة العمرية بين 13 ل 17 سنة، وأيضا مستهدفين أفراد المجتمع غير طلاب المدارس. غير طلاب المدارس. جميل. ليش 13 ل 17 سنة دكتورة؟ لأن نحن اخترنا هالمرحلة العمرية نعزز فيهم التمارين، ممارسة الرياضة وشرب الماء، لأن هالفئة العمرية اللي يقل عندهم شرب الماء ويقل عندهم أيضا تمارين رياضية، بنركز عليهم أكثر بالتمارين الرياضية والشرب، كثرة شرب الماء. يشربون مشروبات طاقة، مشروبات طاقة طبعا، مشروبات عصائر سكرية وهاي، فهم يتحرون أن يأخذون سوائلهم من هذه المشروبات، لكن السوائل لازم ناخذها عن طريق الماء. أنا بقول لك شغلة، نحن يوم كنا في المدرسة زين دكتورة ما كنا نعرف، كنا نتحرى واحد يشرب من هاي المشروبات الطاقة ويدخل يلعب كورة، يعني إنه يعطينا باور، يعطينا نشاط. ما كنا نعرف هذه المواضيع، ما كان في توعية بالنسبة لنا في هذا المجال، وما زال يعني في مراهقين نفس الفكرة عندهم إن هاي تعطينا الطاقة وبتخلينا نلعب وبتخلينا نركز أكثر في المذاكرة بعد مذاكرة، بس للأسف ما يعرفوا إن هذه الطاقة طاقتها صغيرة جدا. صحيح. يعني الطاقة اللي بتعطيها مالت دقائق يمكن ما تكمل حتى ساعة، وبعدين بالعكس يستيد دروب. صحيح. للموضوع هشاشة عظام وما أدري إيه، أصلا طاقة تستيفي دروب تنزل. صحيح. تنزل للصفر. يعني تنزل حس بخمول جدا بعد الفترة اللي يتعديها. صحيح. طيب تحدثي عن مراحل خاصة بهذه المبادرة دكتورة، خلينا نتكلم عن المراحل اللي انتو حاطينها لهذه المبادرة. أيوة المراحل طبعا هي المبادرة تمر على كذا مرحلة، بدت أول مرحلة مع تماشي مع مبادرة الإنجز أكثر اللي أطلقتها هيئة الصحة عن طريق إدارة التغذية العلاجية، فبدت المرحلة الأولى في 2016 بداية 2016 مع إنجز أكثر. بعدين بدت المرحلة الثانية مسكنا المدارس. بدت في تقريبا نهاية أو نص 2016 مسكنا فيها المدارس، صرنا سوينا معهم الورش والمحاضرات. ومرحلة الثالثة بعد أيضا بدأت أيضا في أسبوع الابتكار، حيث أن تم عرض الدراجة الغير متحركة أو آسفة الدراجة المتحركة اللي تنحط عند الكراسي. صحيح. فهذه عرضت في أسبوع الابتكار، وأيضا هدفها أنها راح تم توفيرها في قاعات الانتظار. جميل. إن كانت للمستشفيات الهيئة. وفي يعني الفكرة راح تتوسع أكثر وأكثر. والله دكتورة يمكن أنا أنصحكم تصممون تصميم معين لهذه الكراسي، أن تكون في الكراسي مع العجلات نفس الواحد يجلس. والله هي فكرة فعلا. إذا في حد ممكن يفيدنا بهذا الموضوع يقدم فكرة جميلة المقترح لهيئة الصحة، ممكن أنه من خلال تصميم الكرسي نفسه يكون مع الدراجة. والله فكرة حلوة. المدارس اللي أنتم شملتهم الحكومية والخاصة ولا الفئتين الحكومية والخاصة؟ جميل جميل جميل. طيب تفضل الدكتورة. لا تفضل. شكرا. المواضيع والبرامج وورش العمل اللي تضمنتها هذه المبادرة خبرينا عنها. هي طبعا مجموعة ورش عمل ومحاضرات قدمناها، كانت تختص أكثر شيء بالرياضة نشاط البدني، وتختص أيضا بشرب كثرة شرب الماء، أهمية نوضح أهمية شرب الماء وكيف إن نشرب الماء ما نشرب سوائل أخرى سكرية. بينا أضرار المشروبات السكرية أو مشروبات الطاقة اللي يأخذونها. أيضا قمنا بالبداية مثل ما قلنا بداية السنة 2016 كانت إنجز أكثر، اللي هي
مبادرة قمنا بها في الممشى، الممشات اللي تابعة للبلدية دبي اللي في الحدائق دبي، هي المناطق السكنية أو في حدائق دبي. فهذه بعد أيضا من الإنجازات اللي أنجزناها في هذه المبادرة، هذه مجملها تقريبا. جميل. كم نسبة المشاركين في المراحل المختلفة اللي أنتوا بديتوها؟ في الأنجز أكثر مشاركة كانت الأعداد كبيرة، لأنها كانت على فترة 3 شهور تقريبا، اللي هي المرحلة الأولى تعتبر. كانت تقريبا وصلت تقريبا أعداد فوق الألف أو 1500 في هالحدود. جميل. أعداد كبيرة كانت. المرحلة الثانية اللي هي في المدارس غطينا تقريبا 4 مدارس، لأن سويناها على نهاية السنة 2016 ونحن مكملين إن شاء الله في 2017 ونحاول نغطي أعداد أكبر. جميل. غطينا تقريبا 4 مدارس وتقريبا غطينا فيها 300 طالب. جميل. جميل. أنا أبغي أسأل، أنت تحدثتي بشكل كبير عن أهمية شرب الماء، فقولين نوعي الناس بأهمية شرب الماء. طيب دكتورة خبرينا شو أهمية شرب الماء؟ وتشعرنا من الماء كل شيء حي، لأن الماء هو أساس الحياة. إذا ما شربنا كمية كافية من الماء جسمنا راح يتعرض للجفاف. صحيح. الجفاف هذا ما يخلي الجسم يشتغل بطريقة صحيحة، العمليات الأيضية راح تكون بطيئة. ما يكون في معدل حرق كفاية، بيكون في معدل تخزين أكثر، لأن الجسم يكون كسول في العمل. صحيح. فيخزن أكثر من أنه يحرق. فهمية الماء أنه يروي الجسم، يروي الخلايا، لعشان تشتغل خلايا الجسم صح وتشتغل العمليات الأيضية صح بالجسم، فمهم جدا شرب الماء. جميل. طبعا احنا في ناس تحب تقولك طعم الماي أنا ما أستسيغه، في وايد ناس تقولك أنا ما أقدر أشرب ماي يسوي لي لوعة. فشو ممكن نعطيهم نصايح في هالمجال؟ إذا من الناس اللي يحسون بلوعة مع الماء ممكن يضيفون له نكهات. يعني في أصلاً جاهز الدبات ماي بنكهات، بس ينتبهون يقرون مكوناتها، يعني بعضها يكون مضاف لها سكر. يقرون مكوناتها إذا مضاف لها سكر أو لا. أو أن بالبيت مجرد يبون علب الماء يحطون فيها شرائح لومي، برتقال، خيار، فراولة ممكن. أي نكهة هو يحبها ويحط فيها نعناع مثلا، أي نكهة يحبها يضيفها بالماء ويخليها ويشربها طول اليوم. هي فكرة يعني ممكن. أنا بقولك عن دراسة طبية حديثة تقول أن الحمية الغذائية اللي تبعها البعض بهدف الحفاظ على صحتهم ورشاقتهم قد تكون أحيانا أكثر خطورة من الآثار السلبية للسمنة، وحذرت من انتباع نظام حمية غذائية طويلة المدى قد يكون له عواقب وخيمة أشد خطرا من أضرار زيادة الوزن. وبيّنت الدراسة اللي أجراها علماء في كوريا الجنوبية أن المنوثات الصناعية والتي عادة ما يقوم الجسم بامتصاصها وتخزينها في الأنسجة الدهنية تتسرب إلى الدم مع تطبيق حمية غذائية لإنقاص الوزن لفترات زمنية طويلة. ووجد العلماء ارتباطا بين هذه الملوثات الصناعية التي تخزنها الأنسجة الدهنية في جسم الإنسان وبين الإصابة بأمراض مثل السكر، ضغط الدم، التهاب المفاصل عند اتباع حمية غذائية لفترات طويلة. شو رأيك دكتورة؟ المقصود به شو الحمية الغذائية اللي يتبعونها؟ إذا كانت حمية غذائية قاسية وفيها يعني محرومين منها. صحيح. فأكيد هاي تسبب مشاكل صحية، لكن احنا دائما نقول مش نتبع حميات غذائية، نتبع نمط حياة صحية. صحيح. هذه أهم شيء، لأن دائما حتى في البرامج اللي تحطونها دكتورة للتغذية أنتم ما تحرمون الناس من شيء. لا أبدا أبدا، ما كل شيء. حتى الهريس موجود، حتى العيش اللي الناس يحبونه موجود. ما نحرمهم، بس فكرة نغيرهم نمط الحياة. صحيح. عندهم. صحيح. جميل. لكن أحيانا دائما تكون في بعض المفاهيم الخاطئة في موضوع الرجيم. نحن اليوم في بداية الحلقة من بين المواضيع اللي كنا نقراها في العناوين الخاصة ب الحمية، الرجيم أفضل من الرياضة في إنقاص الوزن. هي الرجيم أفضل من الرياضة لفقدان الوزن، هل هذا الكلام صحيح؟ الرجيم أفضل من الرياضة لفقدان الوزن. لا طبعا، الاثنين معا، مو بالرجيم اللي هي التغذية الصحية المتوازنة مع الرياضة، الاثنين يلعب دور كبير. أكيد. لا، مش الرجيم بروحه ما يلعب دور. أكيد. شو يقول لك عادي؟ يحتار الراغبون في فقدان الوزن فيما
إذا كانوا مطالبين باتباع حمية قاسية وأنهم مضطرون إلى القيام بتمارين رياضية شاقة كي يحرقوا السعرات الحرارية. لكن الخبير في علم الرياضة بجامعة تكساس فيليب ستانفور يقترح وصفة أخرى فريدة من نوعها. يرى ستانفور أن من يمارس الرياضة يحتاج إلى وقت أطول كي يخسر الوزن، فيما تضمن الحمية نتائج سريعة، وبالتالي فهو ينصح بالحمية. فإذا اتبع الفرد حمية متزنة وأوقف استهلاك مواد تحتوي كميات كبيرة من الدهون والسكر، كان كلام سليم دكتورة. صح. سيلاحظ تغيرا ملموسا في ظرف وجيز. ويشرح الخبير الأمريكي أكثر فيقول أن الفرد يحتاج إلى المشي 56 كيلومتر كي يحرق 3500 سعرة حرارية، وهي مسافة طويلة تستلزم جهدا مضنيا. في حال امتنع الشخص الذي يتبع الحمية على سبيل المثال عن أكل قطعة حلوى تحتوي على 500 سعرة حرارية، سيكون قد تفادى المشي لـ8 كيلومترات. ويبالغ شوية في هالدراسة. أنا بقول لك ليش، لأن أكثر من مدرب في هذا المجال قاعدين يقولوا نفس الموضوع دكتورة. موضوع أنه أنت تلعب رياضة لكن ما تسوي كنترول على أكلك. طبعاً بيزيد الوزن مع بعض. الاثنين معاً. الحمية والرياضة لازم يكونون يا بعض. زي يقول أكد دراسة طبية أخرى أن الحمية أكثر نجاحا من التمرينات الرياضية، لا سيما حين تركز الحمية على التقليل من البروتينات. لكن التمرينات الرياضية تبقى ضرورية إذ تحقق لمن يمارسها منافع صحية وتبني عضلاته، كما أن لها تأثير على مزاج الإنسان. غيرتي رأيك؟ لا، هو الفكرة محمود أنه شو أتوقع أن القص من هالدراسة أنه في ناس لما يمارسون رياضة، وايد ناس يجون في العيادة يمارسون رياضة ولكن ما شاء الله يأكلون في خاطرهم فيحسون وزنهم ما ينزل، هذا شيء أكيد. لازم يكون متوازن بين اثنين. اللي يستوي له واحد تبع حمية غذائية ونزل وزن ما مارس رياضة، يستوي ترهل في الجسم وبعد مدة ترى الجسم يبدأ يعني ما توافقين يستوي مرحلة اليويو، ما يوقف الحرق في الجسم. صح. لأن خلاص الجسم وصل مرحلة ما يقدر يحرق أكثر، لازم يتعود على هالحمية وخلاص. لازم يمارس نشاط رياضي عشان يشغل مثل عندنا تقول الحرق الجسم. أيوة صح. أنا عجبني مصطلح مرحلة اليويو. هي اسمها اليويو. يويو صح. نفس اليويو فيثبت الوزن. فيثبت الوزن. دكتورة يعني أحيانا كثير أنا كان ذكرتيني واحد من الشباب يقول محمود أنا أتمرن عشان أكل اللي في خاطري. هل هو رياضي؟ هو رياضي بس يقول أنا أتمرن عشان أكل اللي في خاطري. لأن الرياضيين مشكلة دكتورة أن عندي واحد يأكل اللي في خاطره لكن ما يطلع فيه. ما يطلع فيه. هذا يعني أنا بيعقدني، يأكل اللي في خاطره وما شاء الله يعني كبير في السن، يعني نتكلم عن واحد عمره تقريبا 52 سنة ما شاء الله. أي ويأكل ما شاء الله عليه، رياضي هو أصلا من صغره رياضي. أي لأن طبيعة جسمه خلاص في ناس طبيعة جسمه رياضي. رياضي طبيعة جسمه رياضي ويلعب رياضة ومستمر مع الرياضة فيأكل اللي فاطره. جميل. نحن نرجع للمبادرة، مبادرة عيش الصحة. زين نحن شوية طلع برا على الموضوع دكتورة، بس لأن قلنا بما أنك أنت موجودة وخبيرة التغذية يعني فقلنا ما نحط بعض الأسئلة الخاصة بالتغذية. نذكر بالمشاركة دكتورة في المبادرة هذه، كيف ممكن الناس يشاركون، كيف ممكن أنهم يتواصلون معاكم بالنسبة لهذه المبادرة، أو كيف أنتم تتواصلوا معهم؟ طبعا نحن المبادرة بتستمر في 2017 إن شاء الله، بتستمر مبادرة أنجز أكثر لأن هي جزء من هذه المبادرة وموجودة بتكون في ماشد بي كلها بيحصلونا موجودين. بنبدأ على شهر 2 إن شاء الله. عندنا أيضا المداس، إذا المداس يحبون يشاركونا يمكن يتواصلون مع إدارة التغذية، ممكن يواصلون مع إدارة التغذية في هيئة الصحة ونشاركهم المبادرة هذه ونقدم لهم ورش عمل ومحاضرات في هذا الموضوع. فالمبادرة مستمرة وممكن أي حد يحب يشاركنا نحن حاضرين يتواصلون وياهم. طبعا هاي دعوة لكل المدارس لاتباع نظام صحي ويتواصلون معكم عشان تكون دبي مدينة صحية إن شاء الله. ولا شو رأيك يا محمود؟ والله إن شاء الله. يعني أنا دائما أقول شغلة دكتور أن الواحد يفترض أنه هو يهتم بصحته ما يتريى الناس يعالجونه. صحيح أكيد. ما يتريى الدعوة، يعني هو يفكر بنفسه يبادر قبل ما تيلى الدعوة. أكيد أكيد تمام. دكتورة في مبادرات ثانية تبغى تتكلمين عنها؟ عندنا دقيقتين
ما نختم البرنامج إذا في شيء تبغى تقولينه؟ في مبادرات تطلقها إدارة التغذية عندنا، منها مؤتمر التغذية اللي يقام الحين سنتين ورا بعض، وإن شاء الله في السنة 2017 راح نقوم به. في مجالات كثيرة في مجال التغذية راح يتحدث عنه. وفي المطعم الصحي، هذه المبادرة بين إدارة التغذية في هيئة الصحة وبين البلدية أيضا، أن يراقبون المطاعم ويعطون ستام، مثل ستام أن هذا المطعم صحي عشان الجمهور يقدر يقبل عليه. عندنا مبادرة في رمضان بتكون فرصتك لتحسين صحتك، هذه مبادرة راح نقوم بها بورش عمل في دوائر حكومية أو مؤسسات محلية. وأيضا في المدارس بتكون، وعندنا في الحقيبة المدرسية راح تكون مبادرة بتبدأ مع المدارس، نعلم الطفل أو ولي الأمر كيف تكون حقيبة المدرسية صحية للطفل. جميل. ممتاز ممتاز، شكرا لك دكتورة شيماء قايد، أخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي من إدارة التغذية العلاجية. في مسج عندي الدكتور يقول بسم الله، مواعيد لشبكية العيون للمواطنين في مستشفى صباحية الأربعاء والخميس، يا ريت يوم يكون في الفترة المسائية وسلمتم إن شاء الله. نحن ما رفع هذا اقتراح، ممكن يدخل في الاقتراحات الإلكترونية، بس أنتوا تسوون بعض المواعيد الخاصة في المراكز الصحية بس بفترة الصباحية أيضا، بعد فترة صباحية سووا عندكم أنتوا أولى. خلي مر المراكز الصحية اللي عندهم فحص شبكية العين لمرض السكر، وإن شاء الله نحاول نرتب لما يهمه. تمام. وعموماً سووا لهم عيادة المساء يعني، إذا إذاعة ما عرفوا شو سويتي، نقول لكم العين هاي قبل العين هاي، حاضرين ما تقصرين يا دكتورة. عموماً نحن وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم، وكانت عندنا يعني مواضيع كثيرة دكتورة ناقشناها اليوم. صحيح محمود، كان مواضيع جميلة صراحة اليوم، بداية أسبوع حلوة، بداية أسبوع حلوة، وبداية أسبوع إن شاء الله مليئة بالإنجازات وبالتفاؤل وبالإيجابية. فنتمنى أنكم قضيتوا معنا ساعة إذاعية فيها الكثير من المعلومات، على أمل أن نلقاكم إن شاء الله في الغد مع مواضيع أخرى. في الختام يعني ما أملك إلا أتوجه بالشكر الجزيل لدكتورة ندى الملة اللي دائما ما تشاركني هذا البرنامج وتضيف الكثير لهذا البرنامج. شكرا لك دكتورة. شكرا لك يا محمود، وأيضا كل الشكر لفريق العمل عندنا، فريق اسم الإعلام، وأيضا كانت معنا في التنسيق حمد المعيوف، وفي الإخراج أيمن سرحيل. وعلى أمل أن نلقاكم إن شاء الله في الغد، فحتى ذلك الوقت نقول لكم دمتم بصحة وسعادة. دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.